أعزائي مشاهدي الجمهورية أونلاين، كل عام وأنتم بخير. نحن الآن في بث جديد، بث مباشر من محافظة البحر الأحمر، معكم حسن حمدان من مدينة الغردقة. سنبث لكم كل محافظة لها عاداتها وتقاليدها في الأكلات، وخصوصا خلال المواسم، وموسم عيد فطر المبارك تشتهر به محافظة البحر الأحمر وخصوصا مدينة الغردقة وسفاجة والقصير بالسمك المالح. والسمك المالح أول وجبة عقب صلاة العيد يتناولها سكان البحر الأحمر. ومعنا الأستاذ حمادة، أحد يعني مصنعي السمك المالح في البحر الأحمر وطريقة طهيه، هيقول لنا ازاي طريقة طهيه وازاي الطريقة اللي بيعملها ويعمل السمك المالح ده، اذا كان مثلا سمك شعور او حريت، ازاي بيملحه وازاي بينشفه. ومعانا الاستاذ حمادة هيقول لنا الموضوع. السلام عليكم، شلون طيبين؟ السمك الناشف بيجي طبعا سمك طازه، شرط يكون طازه، وبيتشق بيتملح تمام، وبيتساب لمده مثلا اسبوع او 10 ايام في الهواء. بعد كده لما بينشف بيبقى زي كده بالظبط. طب هو ده يعيش كتير حضرتك؟ ده مدته مثلا شهر شهرين ولا بيعيش اكتر من كده؟ لا يعيش اكتر من كده، يعيش يقعد اكتر من كده، بس كل ما يعني يقعد اكتر كل ما يخف. يبقى زي الورقه. يعني ده كل ما يخف يخف وزنه. يخف وزنه. لكن ده يعني حضرتك يقعد اسبوع، بتحط له ملح ولا حاجه كده؟ لازم ملح، بيتحط في لما بيتشق زي كده بيتحط فيه ملح. لمده يعني حسب وزن السمكه، من 3 ساعات لاربع ساعات حسب وزن السمكه. زي ما انتم شايفين اعزائي مشاهدي الجمهوريه اونلاين، دي سمكه تقريبا سمكه حريت. شايفينها من ورا اهي، مشقوقه ومن ورا ومن قدام، وبيحط لها طريقة الملح، وبعد كده بنجففها في الشمس. بتجففها في الشمس والهواء. الشمس والهواء. الشمس والهواء. الشمس والهواء. طريقة حضرتك يا ريت تقول لنا طريقة الطهي والأكل بتاعها ازاي؟ هو الأكل احنا بيجي مثلا الصبح العيد، بالليل بتحطها بنقعها في مية، تاني يوم الصبح بتلاقي اللحم لوحده والقشر لوحده، وبعد كده بيتعمل نظام طواجن. وبيحط لها طبعا البصل والطماطم. البصل والحاجات دي. وهي الميزة فيها إنها بتخشن المعدة الصبح. يعني ما تفطر منها الصبحيه بتخشن المعده بقى. انت قلت لي ايه الدليل، يعني ايه الفايده منها ان احنا ناكل سمك ناشف يعني، او السمك المملح ده؟ الفايده منها طبعا بعد صيام شهر كامل، دي لما انت تاكلها في يوم العيد فبتظبط المعده، بتخشن المعده. ما ينفعش انا اخش العيد بالبسكوت والكحك والحاجات دي، فدي يعني بتظبط المعده. يعني السمك الناشف ده اللي بتشتهر به محافظه البحر الاحمر وخصوصا مدينه الغردقه والقصير وسفاجه ومرسى علم، ده يخشن المعده بدل ما نملى المعده بالبسكوت والغريبه والبتيفور. لا، ننصح الناس انها تاكل سمك ناشف او سمك المملح ده. طب تتراوح الاسعار بتاعته حضرتك عشان برضو اللي بيشاهدونا في الجمهوريه؟ يعني السعر بتاعه 350 الكيلو. الكيلو طب كويس، لان برضو الكيلو بيوزن عشان هو خفيف وعشان هو ناشف. طبعا 3 كيلو ممكن يعمل كيلو الا ربع. 3 كيلو طازه يعمل كيلو الا ربع. جميل. وحضرتك انواع الاسماك الحريت. انواع في غير الحريت حضرتك ولا هو الحريت؟ في كذا نوع، في حريت، في رهو. بس هو افضل انواع اللي هو الحريت. افضل انواع الاسماك هو الحريت. الحريت اسماك السمك الناشف او المملح، او زي مشاهدين في الجمهوريه اونلاين كما تشوفون. يعني السمكه اهي بنعرضها عليكم، ومعانا الاستاذ حماده الخبير في الاسماك، وهو من مواطني مدينه الغردقه واقدم محل اسماك في مدينه الغردقه، وكمان بيعرض هنا برضو غير الاسماك المملحه او الاسماك الطازجه، بيعرض ايضا في البوري وفي الفسيخ. ده كله يعني مصنف، يعني جميع الاسماك بما فيهم الاسماك المملحه. استاذ حماده، هل في اقبال على شراء السمك المالح اليومين دول؟ في اقبال للناس اللي تعرفه واللي بتاكل. اللي بتعرفه يعني اللي يعرفوه. معظم الناس ما يعرفوش. معظم الناس ما يعرفوش. يعني. هو اللي يعرفه بتوع البحر الاحمر. البحر الاحمر. وال
الاماكن كمان المجاوره لنا زي محافظه قنا مثلا او قنا او محافظات الصعيد عامه. الصعيد عامه يعني هنا كانوا تشاهدون اعزائي مشاهدي الجمهوران اونلاين السمك ما شاء الله يعني سمكه جميله سمكه بتخشن المعده لها فوائد كتير الفوائد الصحيه اولا يعني بتخشن المعده ودي اول حاجه نفطر بها بعد شهر رمضان صيام كبير كما بيقول الاستاذ حماده وهو صاحب المحل وكمان في ايه تاني الحاجات التانية الاستاذ حماده عن السمكه دي حضرتك يعني فوائد جميله حتى طعمها جميل الطعم بتاعها طعم حلو جميل بتعمل في طاجن في الفرن بتبقى جميله جدا بتعمل في طاجن وتخش طاجن وتخش في الفرن بصل وبهارات بصل بالظبط زي ما اكون بتخدع سمك عادي تخديع السمك العادي جميل جميل سمك وبرضه يعني الاسعار محترمه وجميله جدا يعني 150 سعره حلو مش لا سمك جميل جدا نعرض عليكم اعزائي مشاهدي الجمهوران لاين كده كما كنتم وشرحنا لكم طريقه عمل ازاي بنجفف السمك وازاي بنجففه كما قال الاستاذ حماده بنجفف السمك بنقطعه نصين وبنحط له ملح وبنجففه بالشمس والهواء بياخد له 3 ايام او 4 ايام يعني اسبوع مثلا 10 ايام لو في هواء ما بياخدش 10 ايام طريقه السمك لما بنجففها وبعد كده لما بتنشف بياخدها طبعا المواطن ويوديها في البيت بالظبط وبتتنقع قبلها بيوم يوم واحد وليله يوم بالليل بس بالليل فهو لوحده بيطلع القشر لوحده ويطلع اللحمه لوحده ما شاء الله وبعدين السمكه الطازه بتبان زي ما انت شايف حضرتك بتبقى ايه فصوص فصوص يعني دي تعرف انها طازه جميل وتطلع وبعد كده طبعا بيكون المشاهد او المواطن محضر البصل والطماطم والتقليه ويعملها بطريقه تخديع زي ما انت بتعمل السمك العادي اللي في الطواجن هو نفسه بس الفرق ان احنا بننجحها بالليل عشان نطلع ايه الشوك نطلع منها القشره بالظبط القشره الموجوده شكرا جزيلا حماده كل سنه وكل عام وانتم